إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب في البث المباشر هنا مباشرة من مدينة المدية، حيث تشهد المدينة سباق ترياتلون في دورته الثالثة متابعينا الكرام، بمشاركة 850 رياضية ورياضي من مختلف الجنسيات. حيث متابعينا الكرام سبق لمنظمين هذا التظاهرة ديال الترياتلون الإيكولوجي الدولي تامو دبي 2024 في دورته الثالثة أنهم متابعينا الكرام استعرضوا أهم المحطات ديال هذا التظاهرة من خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بمدينة الدار البيضاء. بطبيعة الحال فالبعد البيئي فهو حاضر في هذه التظاهرة الدولية اللي كما قلنا تأتي في هذا الموعد، بحيث أن هذا الموعد المتميز أصبح اليوم يشكل متابعينا الكرام الرقم واحد في إفريقيا ومن بين أفضل 10 يعني مسابقات ديال ترياتلون في منطقة البحر الأبيض المتوسط. إذا هذه الأجواء متابعينا الكرام، حتى الجو فهو جميل جدا لنا بمدينة المضيق، ما كاينش الشمس بطبيعة الحال، فالسحب تغطي يعني سماء مدينة المضيق، مما أعطى متابعينا الكرام متابعي قناة يعني جمالية خاصة لهذا السباق. كيف كتشاهدوا فالسباق فهو مستمر متابعينا الكرام متابعي قناة شفت على قناة الشعب. شفنا أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شفنا يعني العنصر النسوي تا هو حاضر في هذا السباق متابعينا الكرام متابعي قناة شفت على قناة الشعب. وهذا السباق فهو فيه أكثر من 20 بلد يمثلون مختلف القارات، وهذا السباق سيشمل 3 مسابقات. بالنسبة للسباق الأول سيجرى على مسافة 80 كيلومتر، يتضمن سباق السباحة والجري وركوب الدراجة وهي مخصصة للنخبة. بالنسبة للمسابقة الثانية فهي خاصة بالسرعة وهي مخصصة للأشخاص اللي يفضلوا سباقات السرعة والمبتدئين. ثم المسابقة الثالثة ويطلق عليها ترياتلون جبالة، وهو سباق ريفي سيجرى في مدار جبلي وسط الطبيعة، ويتضمن أيضا السباحة وركوب الدراجات الجبلية، ويجمع بين الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية للمنطقة. سباق المدير ترياتلون الإيكولوجي الدولي تامو دبي عثمان بن حليمة أنه وضح أن هذه النسخة الحالية غادي تعرف ارتفاع من حيث عدد المتبارين وكذلك عدد البلدان المشاركة مقارنة بالدورة السابقة الدورة الثانية، مضيفا أن نسبة النساء غادي تبلغ 35% من مجمل المتسابقين. كما غادي يعرف هذه الدورة مشاركة 150 طفل من مختلف الأعمار لخوض غمار هذه التجربة، وذلك من أجل تشجيع ديالهم على ممارسة هذه الرياضة وإعداد جيل من العدائين المستقبل. وتابع المدير ديال ترياتلون أن هذه النسخة غادي تعرف برمجة مدارات جديدة، مما غادي يمكن المتسابقين من اكتشاف ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية. خلابة خاصة بين جبال الريف وشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وفيما يخص بالمجال البيئي أشار نفس المصدر أو نفس المتحدث أي مدير الترياتلون إلى أنه بالإضافة إلى الجانب الرياضي في هذه التظاهرة تمت برمجة أنشطة كدهم تشجيع المحافظة على البيئة، وأن هذا الترياتلون الإيكولوجي تامو دبي جاء خدمة أو استعمال الدراجات من أجل المساهمة في خفض انبعاث الكربون
وانه غادي يسهل لمتابعينا الكرام متابعي قناه شفت بقناه الشعب إذا هذه الأجواء ديال المسابقة متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشعب كيف تابعتوا معنا من خلال الصور من خلال البث المباشر حيث المسابقة ديال الترياتلون لا زالت تجرى في هذا اللحظات المتسابقين يعني بلغوا تقريبا للمراحل النهائية كيف كتشاهدوا معنا هذا هو الشيء الجميل يعني شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مشارك في هذا السباق متابعينا الكرام شيء جميل أنا نشوف ذوي الهمم وهما كيشاركوا في هذا السباق صراحة شيء جميل جدا أننا ندمجوا مثل هذه الأشخاص مثل هذه المسابقات في مثل هذه التظاهرات كذلك العنصر النسوي هو حاضر كما قلنا 35% من المتسابقين يعني 850 رياضية أو رياضي يعني من النساء وهذا شيء يدعو إلى المفخرة 150 طفل كذلك توما شاركوا في هذا السباق هذا شيء جميل أننا نعطيو كذلك فرصة للأجيال الصاعدة باش أنها تشارك في مثل هذا المسابقة توفيق إذا كيف قلنا متابعينا الكرام فالمسابقة لا زالت مستمرة بالدورة الثالثة لمسابقة الترياتلون تمو دبي هنا بمدينة المضيق حتى الجو جميل متابعينا الكرام يعني لاحظوا سماء مدينة المضيق كيف تبدو في هذه اللحظات يعني ملبدة بالغيوم مما أعطى يعني أجواء خاصة لهذه المسابقة حيث ما كاينش داك الشمس اللي ممكن أنها تأثر على اللياقة البدنية ديال المتسابقين برافو للجنة المنظمة وكيف قلنا فهذا السباق ديال الترياتلون يعتبر الأول إفريقيا ومن ضمن 10 ديال أفضل المسابقات ديال الترياتلون على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط وأكثر من 50 يعني مشارك أو عفوا يعني اللي كيشاركوا في هذا السباق من جنسيات مختلفة يعني أكثر من 50 جنسية تشارك في هذا السباق كيف كتشاهدوا كيف كتتابعوا معنا من خلال هذا البث ومن خلال هذا الصور اذا كيف قلنا متابعينا الكرام متابعي قناه شفت بقناه الشعب فسباق الترياتلون لا زال مستمر حيث لا زال المتسابقون والابطال يواصلون خوض سباقاتهم
من أجل الظفر. حتى اللي جاو كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشامنة بمدينة المبيض، هذا هو الشاطئ ديال المدينة اليوم، فالجو يبدو جميل جداً.